السلام عليكم. على السريع إن شاء الله رح أمر على كل الأشياء اللي شرحناها في بداية الفصل يعني للبنات اللي ما كانوا معنا من البداية. أوكي، إحنا لما بدأنا أول حاجة بدأناها أول محاضرات اللي هي كيف نترجم، how to translate، وأنا فعلياً حطيت رابط على الواتساب على الجروب اللي بيننا، حطيت فيه رابط للمحاضرة هاي. تمام، أنا كنت شرحها الفصل اللي فات ونزلت لكم المحاضرة، فعلى السريع رح أمر يعني بسرعة على المعلومات وللتفاصيل احضروا المحاضرة نفسها. الآن في الترجمة يا جماعة، الترجمة مش بس إني أنا بدي أنقل من مفردات في قاموس بلغة معينة لمفردات في قاموس بلغة تانية. فكرة الترجمة أبعد من هيك وأكبر من هيك، بمعنى في أبعاد كتير تتعلق بالترجمة، منها بعد الثقافة، منها بعد الدين اللي هو يعني إلى حد ما يعتبر جزء من الثقافة، في اللي هو بعد المستوى التعليمي للقارئ، في بعد الناشر وإيش الناشر بتكون رؤيته للي بده يترجم، أو للعميل وإيش العميل بتكون رؤيته للي بده إياه يترجم. بمعنى الترجمة مش حاجة موجودة في فراغ، وعشان أنا أصير أعرف أترجم لا يكفي إنه أنا أكون متقن للغة كمفردات أو متقن للغة كقواعد، لا، لازم يكون في عندي معرفة باللغة بأهل اللغة. طبعا في هنا حيتفرع من عنا كتير أفرع تتعلق ب، طب ما هي مثلا اللغة العربية في منها لغة عربية فلسطينية، في مصرية، في سعودية، في عراقية، ولكل واحدة في إلها أبعادها. ونفس الشيء باللغة الإنجليزية، في عنا بريطانيا، في عنا في أمريكا، في عنا في كندا، في عنا في أستراليا. فحتى يعني إني أنا أقول يكون في عندي competence في لغة، تمام، برضو في أبعاد أخرى بهذا الاتجاه، بمعنى طب يعني أنا إيش لازم يكون عندي في أي واحد فيهم. طبعا هذا خلونا نقول إنه البعد الكبير، إحنا لما في ترجمة واحد بنضيق البعد اللي بنشتغل عليه، تمام، يعني خلينا نعتبره كبداية لهذه الرحلة الطويلة في عالم الترجمة. والواحد بيكون له 10 سنين بترجم، ومع ذلك بيكون في عنده بعض النقص في هذه الأبعاد، لأنه مستحيل الإنسان يلم بكل اللغات، أو عفوا بكل أبعاد اللغة، من ثقافات، من لهجات، من أدب، من دين، وإلى آخره. فإحنا بنحاول نتعلم الأبجديات اللي بناء عليها أنا كمترجم بقدر أمشي في التوجه معين أو في تخصص معين، واللي بعدين بقدر أحدد خلينا نقول اللغة الأولى اللي أنا بشتغل فيها واللغة الثانية اللي بشتغل إليها، والعكس ممكن يكون عربي إنجليزي فقط، إنجليزي عربي فقط، أو عربي إنجليزي إنجليزي عربي. الآن نتفق إنه أنا لما أترجم نص عن نص بيختلف باختلاف نوع النص، مثلا إن كان نص قانوني، نص أدبي، نص سياسي، وحتى إن كان نص أدبي بيختلف ترجمة الشعر عن ترجمة القصة، عن ترجمة النثر، عن ترجمة المسرحية، وإلى آخره. بعد ما نتفق على إنه كل ترجمة لموضوع تختلف عن موضوع آخر، بنيجي للسؤال، طب يعني إيش اللي إحنا المفروض نعمله؟ بيقول لك إنه الترجمة لها خطوات، إذا أنت أتقنت هذه الخطوات مع تغييرك لأسلوبك، يعني إحنا طريقة الترجمة واحدة لكن الأسلوب في الكتابة والأسلوب في الترجمة هو اللي بيختلف من نوع إلى نوع آخر. طيب، هذه الدائرة أو دائرة العمل هي اللي أنا بقول عنها، هي الخطوات العامة اللي أنا بتبعها في الترجمة. حنلاحظ في عنا read the text, read about the text, look at similar documents, keep looking for established equivalent, translate, edit and proofread. نحكيهم يعني بالتفصيل. إذا كان النص اللي أنا بدي أترجمه نص قصير
بمعنى فقرة فقرتين صفحة صفحتين، يفضل إني أقرأه بشكل كامل قبل ما إني أقبل، يعني إذا كان عمل قبل ما أقبل هذا العمل أقرأه بشكل كامل عشان أتأكد أول حاجة إنه هو لا ينافي الشريعة، لا ينافي الأخلاق، ما فيهوش شيء قانونيا ممكن يأذيني أنا كإنسان، يعني ممكن يكون تشهير بحدا، ممكن يكون كذا، فلازم أقرأه كليا قبل ما أقبل العمل. هذا في حال كان قصير، وممكن في حال كان قصير وأنا مش يعني جاي على بالي أقرأه، على الأقل I need to skim it. الآن لو كان طويل يعني مثلا كتاب، في هاي الحالة أقرأ عن الكاتب، بعمل كده سكيمينج للصفحات وبقرأ عن الكتاب، هذا أسهل من إني أنا يعني بدور هل في شبهات عنه، هل في أشياء مثلا غير لائقة، هل في أشياء يعني شرع عشان لو سمحتوا تسكروا المايك، لو سمحتوا كلكم تسكروا المايك عشان أنا أقرر هل أنا هذا الشغل بدي أخده ولا لا، هذا الشيء بدي أترجمه ولا لا. الآن نيجي للخطوة الثانية اللي بتسأل أو بتقول read about the text. الآن هل أنا هذا النص اللي أنا بدي أترجمه سياسي وأنا عندي خلفية سياسية؟ إن كان عندي خلفية سياسية خلاص بأترجمه بشتغل فيه مباشرة. إذا أنا ما هو سياسي وأنا ما عندي خلفية سياسية، يبقى الأفضل إن أنا أقرأ، يعني أخلي عندي نوعا من اللي هي الخلفية السياسية اللي تخليني أستوعب إيش المصطلحات الموجودة، خصوصا إنه بيكون عندي مثلا أسماء شخصيات وكذا، وإذا أنا مش فاهم طبيعة العلاقة ما بين هذه الشخصيات السياسية مش هستوعب بعض، لو كان في مثلا تهكم، لو كان في كذا تورية، لو كان في كذا مش هفهم. فبالتالي في هذه الحالة لما أنا يكون عندي نص أنا ما عندي خبرة فيه أو ما عندي خلفية عنه، يستحسن أن أنا أقرأ أشياء يعني متعلقة بهذا الموضوع. ثم إذا كان يعني هذا مثلا أنا بشتغل قانونيا، بشتغل عقد قانوني، عقد زواج أو عقد بيع أو عقد شراء أو عقد أجار، المنطق يقول أنه أنا أروح أبحث عن عقد آخر جاهز بهاي اللغة اللي أنا بترجم لها أو بترجم منها، وبطلع على يعني هذا العقد اللي خلينا نقول نفس الوثيقة اللي أنا المفروض أترجم إلها أو مشابهة إلها لحد كبير، أول حاجة عشان أنا أستوعب إيش الجارجن اللي بيستخدموها، إيش المصطلحات اللي بيستخدموها. ثاني حاجة عشان يعني أشوف كيف تركيبة الجمل وإيش طبيعة خلينا نقول الأسلوب المستخدم، يعني أنا لما أترجم مقال قصصي غير عن لما أترجم مثلاً مقال سياسي، فكيف أعرف أفرق بين الأسلوبين إني أنا أروح أقرأ مقال سياسي أو إني أقرأ مقال قصصي يصير في عندي خلفية عن كيف أتعامل معه. Keep looking for established equivalents. حيمر علي وأنا بترجم حيمر علي أمور كيف بدي مثلاً هذا المصطلح، طيب مر علي هذا المصطلح، الآن هذا المصطلح أنا ما بعرف إيش معناه بالإنجليزي أو هو بالإنجليزي وأنا ما بعرف إيش معناه بالعربي، لكن هو مصطلح علمي بمعنى يعني قولي علمي لا يعني إنه كيمياء فيزياء، علمي يعني مصطلح علماء هذا العلوم بيستخدموه، قد يكون علماء لغة، قد يكون علماء اجتماع، قد يكون علماء إيش ما يكون، المهم الفكرة إنه هذا المصطلح دارج في علم من هذه العلوم سواء الإنسانية أو الطبيعية، فأنا بروح بدور عليه وحنحكي إن شاء الله كيف بندور عليه هذا الاصطلاح لحد ما لقيه. الآن إذا أنا وصلت لمرحلة إني أنا دورت في كل مكان وجربت كل الطرق مع ذلك ما لقيت، بهاي الحالة عندي خيارين، الخيار الأول إن أنا بتواصل مع شخص متخصص في هذا المجال وبقول له هل هذا الاصطلاح موجود عندكم ولا هو مستحدث لدرجة إنه لم يترجم بعد. إذا كان لم يترجم بعد وهو مستحدث إذن أنت المترجم، بترجمه أنا بضطر، لكن غالباً في يعني قل وندر إنه المترجم ينحط في زاوية إنه ما يترجم يعني ما يلاقيش اصطلاح معين. الآن في نوع آخر إنه أنا لقيت مصطلح نفسه هذا باللغة العربية أو نفسه باللغة الإنجليزية لكن أنا حاسه غير مناسب، زي مثلاً المثال اللي ذكرناه في المحاضرات العصف الذهني، أنا عن نفسي شخصياً بحس إنه العصف الذهني مش مصطلح يعني مسوغ لغة يعني في اللغة العربية ولا طبيعي ولا يعني تألفه الأذن، ففي هاي الحالة أنا مع إنه إحنا نستحدث ترجمة أو خلينا نقول نطور الترجمة الموجودة، وفي هذه الحالة نضع بين قوسين أو كما
يعني مثلا يقول الآخرون العصف الذهني، بمعنى أني أنا أكتب المصطلح الدارج باللغة العربية أو أكتب المصطلح الأصلي باللغة الإنجليزية مع الترجمة الجديدة. ترجم الآن، يعني خلاص وصلنا لمرحلة هذا كله كان بديش أقول قبل، لكن هذا المرحلة ما قبل البدء الحقيقي في أني أمسك النص وأترجمه. بعدين في عنا اللي هي editing and proofreading، اللي هي الفرق بين الإديتنج والبروف ريدنج، وهذا اللي بيضلوا البنات يسألوه ما بيعرفوش يفرقوا بين الاثنين. الإديتنج هي مرحلة بتيجي قبل البروف ريدنج. الآن الفرق بينهم إنه أنا لما أعمل إديتنج بغير في، خلينا نقول، صميم النص أو في صميم ما ترجمت، بمعنى أنا وأنا بترجم حطيت جملة هنا جملة هنا، ما كانش في روابط، ما كانش في كذا، ما كانش في تناسق، فبعدين وأنا براجع لقيت إنه في كلمة أفضل من كلمة، إني أنا أقدم هنا، أأخر هنا، أدمج هنا، أفك الدمج هنا، فهذه كلها تكون في مرحلة الإديتنج. أما البروف ريدنج بدي بس هيك على السريع أتأكد في إس ناقصة، في كومة رايحة، في فول ستوب مش موجودة، في حرف كبير مش موجود وأنا حطاه حرف صغير، وهكذا. بعدين تنتهي هذه الدائرة بريد التكست. الآن بدأت الدائرة بإني أقرأ النص الأصلي اللي هو النص اللي أنا بدي أترجمه، وتنتهي هذه العملية بإيش؟ بإني أنا أقرأ النص اللي أنا ترجمته. تمام؟ يبقى هذا read the text عبارة عن خطوتين. الخطوة الأولى في البداية تكون إني أنا بقرأ النص اللي أنا بدي أترجمه، وفي النهاية بتصير النص اللي أنا ترجمته. طبعاً اتفقنا إنه أنا في عندي the translation is both a process and a product، بمعنى it's a process، الكلام اللي احنا حكيناه توي عملية بتتكون من خطوات. ناس تانيين يقولك، او مش ناس تانيين، المصطلح المكمل او التعريف المكمل لانه الترجمة عملية يقولك انه الترجمة عبارة عن منتج، بمعنى لفظ كلمة translation، هذا اللفظ لما بدي اعرفه بقول it can be a process، تمام؟ it can be a process اللي هو هذا الدائرة اللي حكيناها، عملية تتكون من خطوات. or the word translation can describe the product اللي هو النص اللي أنا ترجمته. بعد هيك بسلم الشغل. بعد ما أسلم الشغل إذا اكتشفت في عندي خطأ في الترجمة اللي أنا عملتها، ببعت للعميل أو للزبون بقول له معلش بس يعني اعتمد هذه النسخة، ممكن أبرر أقول إنه أنا وجدت خطأ، وممكن من غير ما أقول فقط لو سمحت اعتمد هذه النسخة والغي النسخة السابقة. يبقى هذه كانت، خلينا نقول، هي القاعدة أو هي المحاضرة الأساسية اللي اشتغلنا فيها أول المحاضرات. بعدين اشتغلنا في الترجمة كمنتج، فخليني أعطيكم الترجمة كمنتج. ثواني بس. Okay, so translation as a product. خلصنا من فكرة الترجمة على إنها عملية بتتكون من خطوات. نيجي نحكي عن، طب أنا هلأ عندي الترجمة اللي هي النص نفسه عبارة عن إيش؟ إيش وكيف بترجم كذا وإلى آخره. في عنا في الكتاب حاجة اسمها just translation وحاجة اسمها exegetic translation. حكينا إنه الفرق بين الأولى والثانية، إنه الأولى بيختصر والثانية بيزيد. حنيجي لسؤال، طب هو بنفع أنا أختصر وأزيد في الترجمة؟ هذا بيتعلق بعدة أبعاد، إذا تذكرتوا الأبعاد اللي حكيناها سابقاً. الآن لو أنا بترجم نص باللغة الإنجليزية، النص مكتوب، النص الأصلي باللغة الإنجليزية، وبيحكي عن عدة الزوجة، تمام؟ وشارح إيش يعني عدة باللغة الإنجليزية، شرح إيش يعني عدة. ليش؟ لأنه القارئ باللغة الإنجليزية، الجمهور الإنجليزي، ما بيعرف العدة وما بيعرف إيش أبعادها ولا إيش مفهومها وكذا. فالآن الكاتب عفواً كان حاطط معلومات إضافية عشان يتفهم القارئ الأجنبي اللي ما عنده خلفية إيش يعني عدة. الآن نيجي للغة العربية، أنا بدي أترجم النص إلى اللغة العربية، هل أنا مضطرة أنه أنا هذه الجزئية اللي فيها بعرف العدة إني أترجمها؟ لا. ليش؟ لأنه لفظ عدة كافي لحاله إنه الجمهور المسلم العربي يستوعبها ويفهمها، بالتالي أنا مش محتاجها، إلا لو كانت
يعني محطوطة، يعني هو الدرس كاملا بيحكي عن العدة، وجزء منه هو معرفها بأنها كذا كذا، هذا بعتبره جزء أساسي من النص ولازم أترجمه. لكن أنا قولي في إني أنا بقدر أحذفها لما تكون جملة اعتراضية أضافها الكاتب لتوضيحها وهي ليست جزء يعني جوهري من النص. النقيض الإكسجيتيك ترانزليشن، إني أنا أضيف، بمعنى أنا بكتب النص العربي عن العدة، أنا الكاتب العربي كتبت عن العدة، إجا المترجم بده يترجم هذه الجزئية، طبعا القارئ الأجنبي ما بيعرف إيش يعني عدة، فاضطر يضيف له معلومة أو شرح إيش يعني عدة أو إيش يعني زكاة أو إيش يعني صلاة، بما يعني لا يخل بالنص، هذا واحد. اثنين، يعرف القارئ أيضا إنه هو اللي ضايف هاي المعلومة من عنده كمترجم، عشان هيك قلنا بنستخدم السكوير براكتس اللي أنا حورجيكم إياهم الآن، بيروح إيش بيعمل، بيضيف هذا الشكل، صالون أبيض، بيضيف هذا الشكل وهذا، وبيحط بالنص الكلام. هدول السكوير براكتس معروف في اللغة إنهم يعني إضافة من الشخص، يعني إضافة على المكتوب، يعني بمعنى إنه الكاتب مش هو اللي عامل هذه الإضافة، إنما المترجم أو المدقق أو مين ما يكون. المهم لما يكون بين سكوير براكتس معناته إنه الشخص الآخر غير الكاتب أضاف هذه المعلومة. طيب، في عنا على النقيضين، في عنا على نقيض اليمين أو اليسار مش مشكلة، في عنا حاجة اسمها source وفي حاجة اسمها target. source يعني المصدر، target يعني خلينا نقول المترجم إليه أو الـ 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 الوجه الآخر للنص، بمعنى الآن أنا في عندي النص الأصلي اللي أنا بدي أترجمه وقلنا له أبعاده، مظبوط؟ نفس الفكرة إنه أنا لما أترجم التارجت، النص المترجم له أبعاده، يعني ما يقابل الدين في النص الأصلي في عندي برضه في النص المترجم دين، ما ثقافة ثقافة، قواعد قواعد، تركيب تركيب، بمعنى في حاجة اسمها source text اللي هو قلنا نص المصدر، في عندنا حاجة اسمها target text، في عندنا حاجة اسمها source culture هي ثقافة النص الأصلي، في عندنا source language اللي هي لغة النص الأصلي، وفي عندنا source audience اللي هو السامع أو المتلقي في الـ 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 الأصلي، تمام؟ الناحية الثانية عندنا target audience، target language، target culture، target إيش ما بدكم، يعني أي حاجة حكيناها في الأول بنحكيها في الثانية. فبيقول لك بيجي المترجم لما يترجم في عنا ثلاث حالات. الحالة الأولى إنه هو بيترجم يميل ميلا كبيرا إلى النص الأصلي ولغته وجمهوره وثقافته ولغته وقواعده، وفي بيحكي لك إنه بيميل إلى الآخر، يعني معظم ترجمته تميل إلى اللغة المترجم إليها والثقافة المترجم إليها والجمهور المترجم إليه وإلى آخره. فبيجي بيحكي لك المنطق يقول إنه أنا اختياري للترجمة ما بينفع يكون خلص أنا مزاجي إنه أنا كل شيء بدي إياه يكون جاي من الأصل، أو يكون المترجم مزاجه إنه كل شيء يكون لا يميل المترجم إليه، تمام؟ لو سمحتوا تسكروا الصوت عندكم، شكرا. طيب، أنا كمترجم لازم في كل فقرة وفي كل جملة وحتى أحيانا في كل مفردة أكون قادر على إني أتخذ القرار، هل أنا بدي هنا يلزمني حسب محددات النص يلزمني إنه أنا أميل ميلا كبيرا هنا ولا هنا، ولا أكون بين البنين بوازن. هذه الأمور الواحد بيكتسبها أو المترجم بيكتسبها مع الخبرات ومع العمل المستمر، تمام؟ تفسير الكلام اللي إحنا حكيناه هو عبارة عن هذا الشكل، في عنا الترجمة أو ميل المترجم، بيقول لك بيبدأ من الشمال source language bias،
أو أنا بفضل إنه حتى نشيل كلمة language ونحط source. Source bias يعني أنا بكون حرفي في الترجمة، بمشي على ثقافة النص الأصلي، ما بغيرش، ما بعملش، خلص ماشي خطوة بخطوة زي ما هو موجود عندي في النص الأصلي. طبعاً literal translation تمام، هذه في منها نوعين تمام، في نوع acceptable في نوع unacceptable تمام. بفرق بين الacceptable والunacceptable، يعني هذا ما في نوع literal أنا بقبله كمترجم أو كقارئ، وفي نوع ما بقبله. النوع اللي بقبله هو أني أنا ألتزم في ثلاث أشياء لها علاقة بالنص الأصلي، ألتزم في اللغة، أمشي على عفوا ألتزم في المعنى تمام، وألتزم في لحظة في المعنى وفي المفردات. بمعنى الآن أنا لما أترجم مثلاً she's happy تمام، رحت ترجمتها هي سعيدة، she هي سعيدة happy، فهنا أنا كنت حرفية في ترجمتي ماشي، التزمت بالمعنى والتزمت بالمفردات، لكن ما التزمت بالقواعد. قواعد إيش؟ لغة إيش؟ قواعد النص الأصلي اللي هي اللغة العربية، عفواً اللغة الإنجليزية. يعني هو بيقول she is مثلاً happy، في عنا هنا فعل is صح؟ لما ترجمت ما ترجمت الفعل، بس ترجمت she و happy وحكيت هي سعيدة تمام؟ هذا النوع قلنا acceptable لأنه ما حافظ على قواعد اللغة الأصلية بما يتعارض مع قواعد اللغة الثانية. نيجي الآن نشرح الـ unacceptable حتوضح لنا الفكرة. بنفعش أنا أقول هي تكون سعيدة، يعني في اللغة العربية ما فيش حاجة اسمها هو يكون سعيد، هم يكونون سعداء، نحن نكون سعداء، صح؟ بنقول هو سعيد، هي سعيدة، نحن سعداء تمام؟ فهنا لما أنا أقول هي تكون سعيدة، هنا أنا مش بس ترجمت حرفياً المعنى ومش بس حطيت المفردات، كمان ترجمت القواعد وخليتها زي ما هي، طبعاً هذا مرفوض. الحالة الوحيدة اللي بيكون هذا الشيء مقبول إنه أنا بدي أوضح تمام بدي أوضح أسلوب الكاتب، إنه الكاتب والله هنا خلى الفاعل بالآخر، أو هنا الكاتب استخدم كلمة معينة أو تصريف معين أو كذا، في هذه الحالة يعني يجوز إني أنا أترجم القواعد أو أخليها واضحة. أعطيكم بس مثال آخر سريع عشان توضح الفكرة أكثر. أنا في عندي مثلاً كلمته تمام؟ إيش تترجم؟ talked I him. طبعاً هذا غلط بالإنجليزي صح؟ مش منطق، it's unacceptable. فإيش الغلطة اللي هنا صارت؟ إن هو راح ترجم حسب قواعد النص الأصلي اللي هو اللغة العربية، ترجم لي باللغة الإنجليزية، وهذا كما قلنا خاطئ تمام؟ تمام. ننتقل من الليترال للفيثفول. الفيثفول يعني قريب جدا من النص الأصلي أو من اللغة الأصلية. بالانسد يعني بوازن، idiomizing خلينا بس نفرق على السريع بين حاجة اسمها idiomizing وحاجة اسمها idiomatic. لما أقول النص idiomatic معناته النص يعني الأذن تألفه بهذه اللغة، بمعنى أنا لما أقول هي تكون سعيدة هذا it's not idiomatic، يعني it's not natural، it doesn't sound correct. لما أقول idiomizing يعني أنا ضفت على النص idiom تمام، تعرفوهم الإديمز، ضفت على النص إديم خلى إنه هذا النص في إديم. بمعنى مثلاً خلينا نقول it's too late، it's too late يعني فات الأوان. يقوم واحد بدل ما يترجم فات الأوان إيش يقول؟ فات القطار أو فاته القطار. It was too late for him، راح ترجمها فاته القطار. الآن فاته القطار this is an idiom، طالما أنا ضفت idiom على الترجمة بصير اسمه idiomizing. لكن إذا أنا خليت النص
يبدو عليه طبيعيا، يعني انا لما اسمع واحس انه اه والله هذا عربي او اه والله هذا عن جد انجليزي، هذا اسمه انه النص idiomatic. طيب بعدين انتقلنا، في بنت بتسأل الجملة الاعتراضية ما بنترجمها؟ لا لا لا، مش هذا القصد، القصد انه اذا هذه الجملة الاعتراضية، يعني انت لما كنا نحكي عن الجستريشن غالبا السؤال، الجملة الاعتراضية انا حذفتها لما كانت هذه المعلومة الجديدة المحطوطة عشان الجمهور تبع النص الاصلي مش يعني مش عنده. يعني لما حكينا مثلا الزكاة، الآن فيش حاجة اسمها زكاة عند الأجانب، ما فيش عندهم في عرفهم ولا في دينهم ولا في شيء اسمه زكاة. فواحد قاعد بيحكي عن الزكاة في النص تبعه، قام حط جملة اعتراضية، كانت الجملة الاعتراضية هذه تفسير لإيش يعني زكاة. مثلا خلينا نقول obligatory charity Muslims have to pay for their poor أو تمام؟ يعني أنا لما بدي أترجم، تمام، ما بترجمش معايا هذه التفسير لكلمة زكاة، لأنه هاتيلي واحد بقرأ نص لغة عربية مش عارف إيش يعني زكاة، تمام؟ فهذه الحالة اللي إحنا حكينا فيها بنفع إني أنا أشيل جزء من النص، لأنه هذا النص أضيف في النص الأصلي عشان أهل اللغة هذه اللي مكتوب لها ما عندهم هذه المعلومة. لكن إذا الناس اللي أنا بترجم لهم عندهم المعلومة، إذا أنا ما بضطر إني أترجم. صوتي بقطع عند الكل ولا عندها بس؟ صوتي بقطع يا جماعة؟ حد يرد صوتي بقطع؟ لا واضح، هو بس ندفع قطع وعود، هاي واضح. تمام. طيب الآن نستمر. بعدها أخذنا مثال اللي هو ترجمة لغتنا الجميلة من الكتاب. في الجزء الأول كان ترجمة صفية، والجزء الثاني كان واجب. جزء الصفية نازل عندكم الترجمة، حط لكم النموذج تبع الترجمة على المودل، فبتقدروا ترجعوا له بكل سهولة. في عندنا بضل بس اللي هي كناحية نظرية، أعتقد غير أعتقد هذه ضايل، ثواني بس، اللي هو how to or what do I look for when I edit and proofread. وفعليا أنا حكيتها في بداية المحاضرة، لكن على السريع أن بسأل نفسي أنا الآن، أنا بدي أدقق، أنا كتبت النص بدي أدققه، أو أنا إجاني شغل تدقيق تمام أو proofreading، طب إيش أدور لما أجي أدقق؟ Did I use the correct tense? Or is there subject verb agreement? الآن بدي أتأكد هل أنا مستخدمة past simple when لازم يكون في past simple ولا لا؟ هل في subject verb agreement؟ تقدروا تدور عليها وتقروا عنها باستفاضة، بس هي باختصار إنه هل أنا مثلا عندي الفعل المفرد حطيته مفرد، بمعنى أنا كاتب they plays ولا كاتب they play؟ تمام، they is playing ولا they are playing. فهذه الامور انا لا يعني اللي بتندرج تحت subject verb agreement. Have I chosen the most suitable words or terms؟ بتعلق بها انا الاصطلاحات اللي انا مستخدمها، هاي صح هنا موجوده ولا لا؟ انا ذكرت شغله مش مشكله بنرجع لها هلا. Did I begin the sentences correctly؟ Did I end the sentences correctly؟ يعني هل انا الآن أحياناً أنا بدي أقدم وأأخر على مستوى الفقرة، طبعاً ما بقدم بين الفقرات، إنما في الفقرة الواحدة ممكن، خصوصاً لو كان بداية الفقرة وبعدين يعني طلع عن الموضوع شوية بعدين رجع تاني للموضوع الأول، خصوصاً في اللغة العربية، في هاي الحالة أنا بدمج ما بين الصفات أو بعطف، بعمل عطف ما بين الجمل اللي ممكن أعطف بينها، بمعنى I link the sentences together in a cohesive and coherent way. وبتقروا عن الكوهيجن والكوهيرنس، أوعدنا حنحكي عنه إن شاء الله. Did I end the sentences correctly؟ لأنه في عنا drop كبير عند البنات، في أو عند الطلبة بشكل عام، أو عند يعني خلينا نقول مستخدمين اللغة
في البنكشويشن ماركس باللغه الانجليزيه، علامات الترقيم باللغه الانجليزيه. وانا برضو بعثت لكم رابط لجايد تمام بيشرح بالتفصيل لكل علامة ترقيم كيف بتستخدم، وبعطيكم أمثلة كثيرا. فأرجو إنكم اللي عندها مشكلة في هذا الموضوع تطلع على الجايد. Is this the best way for me to write the sentence؟ وهذه المشكلة اللي بتواجه البنات في الترجمة. ثواني بس. المشكلة هنا بعد الانتهاء من الترجمة خلاص بتعتبر نفسها إنها ترجمت هالجملة وهي الترجمة اللي طلعت معها، لكن فعليا لو غمضت عينيها وقرأت الجملة بتلاحظ إنه هذه مش عربي أو مش إنجليزي، في خلل في، يعني هي التزمت بالنص الأصلي زيادة لدرجة إنه النص المترجم صار ملوش معنى. ففي هاي الحالة أنا دائما بنصح إنه الواحد ما صار، لا أنا قمت جبت الشاحن، ما حكيت شيء يعني. هلأ رجعت، سمعين الآن؟ أنا قمت أجيب الشاحن، حد سامع؟ ما علينا، غالباً هو لما بيسجل بيكون الصوت موجود. فنرجع لنقطة أترجم، تمام؟ بعد ما أترجم بغمض عينيا كده وبتذكر الجملة اللي أنا ترجمتها أو بفتح عينيا، المهم إني أسمع الجملة إلها معنى هذه لما أنا حكيتها ولا ملهاش معنى. وللأسف إلى حد كبير بيكون ملهاش معنى لأنه الشخص التزم جدا في قواعد الأصلي أو في مفردات الأصلي، فما زبطت معه. زي مثلا أعطينا مثال السكوت علامة الرضا، لما ترجم أو لما طالبة ترجمت الرضا satisfaction، هنا في مشكلة لأنه كلمة satisfaction معناها مش الرضا اللي موجود عندي في العربي. السكوت علامة الرضا يعني علامة القبول، تمام؟ فكلمة قبول وساتسفاكشن مش مرادفات. واضحة الفكرة هنا؟ فأنا بعد ما أترجم أقرأ بصوت عالي وأسمع فهمت اللي أنا ترجمته ولا لا، تمام؟ بعدين is there cohesion و is there coherence. cohesion بتعلق بكيف الأفكار مرتبطة مع بعض من ناحية قواعد ومن ناحية مفردات، لكن الكوهيرنس إنه هل الأفكار مع بعض مدموجين لهم معنى ولا ما لهمش معنى. يعني مثلا هل أنا عندي الجملة الأولى والثانية بينهم تضاد، وما كتبتش مثلا however أو ما دمجتهمش ببط أو ما حطيتش yet أو أو أو، لأن هنا بصير في عندي مشكلة في إيش؟ مشكلة في الكوهيجن، لأنهم مش مربوطين من ناحية قواعد ربط صحيح. لو أنا رحت كتبت في أنا قاعدة بشرح في الفقرة عن الاحتباس الحراري وفجأة صرت أحكي وإحنا ماشيين شفنا محل ببيع فلافل أكله زاكي، هنا بيصير في الشي كوهيرنس، بمعنى إنه النص غير مرتبط ببعضه البعض من ناحية أفكار، تمام؟ Did I punctuate correctly? Did I spell everything correctly? المهم هذا الإشي كويس لأنه الوورد لحاله بطلع لنا إياه. هذا كان في عنا ثلاث فقرات بدها حل، بمعنى بدكم تطلعوا إيش الأخطاء اللي فيها وتعملوا لها editing، وبرضو هذا عملناه في المحاضرة. وضل في اللي هي نقطة الثقافة، وغالباً الثقافة انحكت انشرحت في الأسبوع الثالث، فيعني غالباً الكل حضرها. وخلص التوقيت معانا، فأنا حسكر الاجتماع هنا، واللي عنده أي سؤال يسألوا على الجروب ويعطيكم العافية. تمام؟ تمام، يعطيك العافية يا مس. العافية.